وبرهان الصدق واليقين هو أن يعمل فيؤدي أركان الإيمان وشرائع الإسلام ويتحلى بأخلاق المسلمين ويتجنب ما يناقض هذه الأمور وينقص كمالها الواجب، وإلا لا يستيقن قلبه. لو أنه قال لا إله إلا الله ودعا غير الله ما نفعه قول لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله وسب الله تعالى ما نفعه قول لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله واستهزأ بشريعة من شرائع الإسلام ما نفعه قول لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله وترك الصلاة ما نفعه قول لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله واستهان بالمصحف وطأ عليه أو داسه أو بال عليه ما نفعه قول له. ولا أحد عاقل يعرف الإسلام يقول إن هذا مسلم، فلا بد من قول لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بحيث يصدق القول العمل، ولا بد من أن يسلم من النواقض للا إله إلا الله، لأنه لا بد من العلم بلا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، ولا بد من اليقين أن يكون مستيقن قلبه بذلك، ولا بد من الإخلاص أن يعمل لله بما شرع يبتغي وجه الله جل وعلا، ولا بد من محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة شرع الله جل وعلا، ولا بد أن يكون صادقا. ولا المنافقون يقولون هذا لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون وكذبون، الله يشهد أن المنافقين لكاذبون.